هاي انا الي، واليوم رح اشوف كيف فينا نخلق تريدنج اكاونت. بهذا الفيديو عم بعتبر انه انتو اوريدي اشتريتوا البيتكوين تبولتكم، اوريدي صار عندكم والت. اللي رح نعمله هو رح نشوف كيف فينا نبعت البيتكوين تبولتنا من الوالت على تريدنج اكاونت. بحالتنا اليوم رح يكون بولونيكس، هو هذا بولونيكس. ليش بولونيكس؟ مش لانه بفضله على غيره، بس لانه اسهل من غيره. كرمال نبلش هون عم بعتبر انه نحن اشترينا البيتكوين تبولتنا على كون بيس، في يكون غير اكسشينج ما ضروري. كيف بنعمل كرمال نبعث المصاري؟ بنروح على سند ريكوست، وبنبعت هون على بيتكوين ادرس. كرمال يكون عندنا بيتكوين ادرس، لازم نحن نكون خلقانين اكونت على الاكسشينج. حتى نروح على بولونيكس، رح نجرب نعمل كرييت اكونت. رح نحط هون شو ما كان، نخلق مثلا نقول لبنان. تليفونكم ما ضروري تحطوا ايميل، وتحطوا الباسورد امنات الروبوت. وهون بنخلق اكونت. انا رح اخلق اكونت وبرجع بعمل له كونفرميشن من الايميل تبعي. شكل كثير مهم، هي معقول كثير الكونفرميشن ايميل يوصل على سبام، سو تشيك سبام كرمال تعملوا فاليديشن. اوكي، سو انا هون على بولونيكس، هيدا اكونت جديد بعد ما فيه مصاري. شو فينا نشوف هون على بولونيكس؟ رح ارجع اعمل فيديو تنفوت بالتفاصيل اكثر كيف نشتري ونبيع على بولونيكس. اليوم الهدف تبع الفيديو نشوف كيف البيتكوين تبعولتنا رح نقدر نحمله على بولونيكس كرمال نشتري غير كوينز، الكوينزات اللي هن موجودين هون. فينا نفوت نشوف كل كوين قد حقها، قديش برسنتج عليت او لا. هون التشينج هيدا باخر 24 ساعة. اوكي، يلي نحن هلا عايزينه هو نجيب ادرس تبع البيتكوين والت يلي موجودة على بولونيكس. شكل كتير مهمة، نحن دايما لما بدنا نبعت مصاري من والت على والت تاني لازم ننتبه انه لازم تكون بذات العملة. يعني مثلا اذا نحن شارين بيتكوين ما فينا نبعت ايثيريوم على البيتكوين والت تاعتنا، لازم بيتكوين. اذا شارين ايثيريوم بدنا نبعتهم على الايثيريوم والت. مثل ما عم تشوفوا هون انا هيدا الاكونت بعده مصفر ما فيه شيء. رح شيل هون الهاي زيرو بالانسز واكتب بيتكوين. هون نشوف بيتكوين، في عندي ديبوزيت وثرو. ديبوزيت يعني اذا انا بدي احط مصاري، هيدي هي البابليك كي تبعي، يعني هيدي فينا نشوفها مثل ايميل. هيدا الاسم يلي انا بدي اعطيه للعالم كرمال يبعتوا لي مصاري. بحالتنا هيدا رح ناخده لهالكي، بدنا نجي نحطها هون. هيدي هي الادرس تبعيتنا، يعني نحن نبعت لهون. هون بالبيتكوين بتحطوا قبل بتكون حط واحد بيتكوين، انا هون ما معي واحد بيتكوين، وبنبعت. كتير سهلة عملية البعت. هي هي هون عم نشوف تقريبا، هون عم بيقولنا فريدو لزو يعني الفيز قديش، تنشوف قديش واط، يعني تقريبا بيطلعوا دولار او 2 دولار ماكسيموم. على بولونيكس هون بهيدي المحفظة يلي هي محفظة بيتكوين، اول ما توصل لحوالي هون رح نشوف التوتال بالانس تبعيتنا رح يكون صار فيه واحد بيتكوين لانه بعتنا واحد. إذا بدنا نرجع نبعت بالقلب، يعني من بولونيكس بدنا نرجع نبعت مصاري على كون بيس، بدنا نعمل ويدرو، بدنا نروح على كون بيس. بدنا نجيب الادرس الوالت للبيتكوين تبعتنا مثلا بحالتنا هاي. بدنا ناخدها، بدنا نحطها هون. بنرجع هون بنحط قديش بدنا نبعت بيتكوين، بس بدنا نبعت بيتكوين واحد. سو اليوم تقريبا عرفنا كيف نفتح اكونت تريدنج اكونت. رح ارجع اعمل فيديو اكثر كرمال احكي بالتفاصيل عن بولونيكس كيف بيمشي، بس اول خطوه قدرنا نبعت بيتكوين من البيتكوين والت تبعيتنا على بولونيكس كرمال نقدر نعمل له تريدنج. هذا كان كل شيء لليوم. بليز اكتبوا لي تحت بالكومنت عن شو حابين نحكي. شوفكم بالفيديو اللي بعده. Thank you guys.